الشهور بتمر وانا بستنى الحمل بصبر، نفسي اضم ضنايا في حضني وحاسه بيأس. مركز مضمون، علم وخبرة، إيمان وأمان، مركز كامل، مركز جاهز، عزم أكيد، ثقة في الرحمن، تحاليل كاملة، إشعة وفية، مناظر دقة ورعاية شاملة، أطقم خدمة عندها خبرة، فهمة ودرسة بظروفي حاسة، ودكاترة بتوشوش على البشرة، جددوا أملي في قلب البكرة، حكمي خلاص ما بقاش مشكلتي، ما بقاش عجزي، ما بقاش يأسي، كله بأمر الله يتحقق، وياخد ابني في حضني وأصدق، عند البشرة لقيت البشرة، نجم في عالم الحقن وخبرة. البشرة مع نبني أسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة، لقاء جديد، موجودين في مركز البشرة، مركز الأمل، مركز الابتسامة اللي هيغير حياة ناس كتير. برحب بيكم في لقاء مهم جدا، يلا نكمل فيه لمتنا، يلا نغير حياتنا، يلا نعرف الجديد ونبطل نجيب معلومات من على الانترنت وكل واحد يقول لنا معلومة غلط يخوفنا ويضايقنا ويخلينا نفقد الأمل. معنا النهارده اللي هيرجع لنا الامل اللي انا بتشرف بيه دكتور اشرف صبري. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. استشاري امراض النساء والتوليد الحقن المجهري، برحب بيك. اهلا بحضرتك. دكتور، دايما بسمع كلمه حقن مجهري وانا بحاول اخد منها معلومه على بعض، انا كمستمع او مشاهد ناقصاني حاجه، عايزك النهارده تعرفني يعني ايه حقن مجهري وتطمني وتقولي لا ده الموضوع بسيط وبيتعمل بسهوله، تقولي عشان افهمك الحقن المجهري ده هو قصته ايه. لازم نفهم الحمل الطبيعي بيحصل ازاي. عندنا المرأة ده اعضاء تناسلية، رحم، انبوبتين، وفي اخرهم مبيضين. مبيضين بيبقى موجودين فيهم كمية بويضات بالعدد بتاعها بيتحدد عند الولادة، بيبقى حوالي من 50,000 لـ100,000 بويضة. عند سن البلوغ في اوامر هرمونية بتنزل من المخ، بتنزل للمبيض بتقول له كبر لي بيضة كل اول شهر عشان يحصل حمل منها. كل شهر بيخلص شوية بويضات شوية بويضات لحد سن حوالي 40 لحد 50 اللي احنا بنسميه سن انقطاع الدورة، ومخزون البويضات ده بيخلص. الراجل عنده اعضاء تناسلية خاصيتين بينتجوا حيوانات منوية وغدد البروستاتا او الغدد المنوية اللي تعمل السائل المنوي، وبيحصل اثناء الإثارة الجنسية ووقت الجماع بيخرج الخليط ده في شكل السائل المنوي اللي جواه الحيوانات المنوية. عندما تتقابل الحيوان المنوي مع البويضة مع بعضهم ويخصبوا بعض والاثنين ده هما يروحوا جوا الرحم اللي هو الارض والزرع جواهم، ده بيحصل الحمل. اي حاجة تعوق الدائرة اللي احنا قلناها دهيت بنلجأ فيها للعمليات الصناعية. ايه اللي ممكن يعوقني ان يحصل المنظر اللي احنا اتكلمنا عليه ده؟ هو حاجات قهرية، مثلا احنا لسه قايلين ان المبيض بيطلع بويضة، البويضة بتخش جوه الانبوب وتوصل للرحم. مظبوط. انبوبتين مش موجودين او مسدودين او مقطوعين او حصل فيه اي حاجة تمنع ان هم يبقوا سالكين. المبيضين ما بيعرفوش يطلعوا بويضة كل شهر بطريقة طبيعية سهلة، بنضطر ان احنا ندي مقويات ومنشطات وادوية علشان في حاجة تعوق تطليع بويضة كل شهر. السيدة عندها مثلا عملت عمليات في بطنها او اجراءات، عملت لها التصاقات، مشاكل، عملت لها التصاقات حوالين رحمها تمنع ان البويضة ما بتخرج من المبيض تدخل في منطقة الحوض والانبوبة تلقطها. الراجل عنده مشاكل مثلا في اتمام عملية الجماع زي امراض السكر مثلا ما بيعالجهاش كويس، ضغط عالي، عنده عيوب خلقية. الراجل عنده مثلا اعضاء تناسلية موجودة بس في حاجة غايبة مثلا زي الخصية موجودة بس غياب قنوات البربخ، ديت ما بتخلي السائل المنوي طالع مش كامل. حاجات قهرية ما بتتعالجش، فساعتها نضطر نروح لده. ساعتها بقى بنعمل حقن مجاري اللي هو ايه بقى؟ بناخد البذرة والبذرة اللي هو الحيوان المنوي والبويضة، بنستخرجهم خارج الجسم بعملية او بنسميها بروسيجر، خطوات طبية بسيطة خالص، وبنخصبهم خارجيا جوه المعمل
ويبتدي يطلع خلايا الجنين بنحطهم في محضن متشابه بالظبط للرحم بتاع السيده من حرارته، درجه حراره معينه، تعقيم معين، حرارته وجو وغذائه وكل حاجه، وما يبتدي يتقسم لخلايا انهم مرجعين الجنين، خلايا الجنين دي جوه رحمها الطبيعي، ونبتدي نامل ان هو يلتصق في الرحم ويكمل نموه. طب يا دكتور، انا شفت هنا في مركز البشرة معمل ضخم جدا، وتخيلت ساعتها ان يعني نسب نجاح الشكل اللي انا شايفه ده مش اقل من 180%، ما شاء الله. وهنا انا متاكد ان كل ما سنه بتعدي علينا وكل ما بنجيب افكار واجهزه وتكنولوجي من بره النتائج بتبقى اعلى طبعا. عايز اعرف بقى الفرق بين الحقن الجهري واقفال الانابيب وفي مركز البشرة هنا، انا اللي اختار ولا المريض يختار ولا على حسب الحاله؟ يعني قولي الحاجات بقى. عندنا هنا في مركز البشرة اللي بيميزنا عن كل المراكز التانية ان احنا بنحب نحط كل ما هو جديد نازل، يعني الناس مطلعة، نقعد نقرأ كل ما هو جديد، وحاجة مثلا بحث نزل النهاردة ممكن بعدها بساعة كنت عارفه عشان هبتدي ننزله العيان بتاعي. أنا هدفي هنا ان انا اوصل العيان لأعلى نسبة نجاح من اول محاولة حقن مجهري. حلو ده. لان لازم اعتبر النفسية، ولازم اعتبر مصاريف اللي بيصرفها العيان دي حاجة برضو بتتعبه، فانا عايز من اول مرة ان انا اديله كل طاقتي فيه. فاحنا عملنا المركز بتاعنا، أسسنا بأحسن أجهزة، عملنا المعمل بتاعنا بحاجة جديدة اسمها الكبسولة الطبية. الكبسولة الطبية ديت بتعزل المعمل عن بقية المعمل، عن المبنى كله، علشان نقلل مشاكل اللي هو التلوث، نزود التعقيم، يرفع نسب نجاحنا. كل الطاقم بتاعنا هنا كل واحد فيه عنده خبرة سنين شغل كبيرة، فتعرف خبرة سنين يعني غير اللي انت بتقراه جديد، اتعامل مع حالات كتيرة جدا وخلاص من كتر ما شاف حالات، وده اكتر من القراءة طبعا، وده اقرأ بالظبط كده طبعا. كمية الحالات اللي احنا شفناها خلاص بقت لوحدها تعمل لوحدها كتاب لوحده من كتر ما شفت حالات وتبرت علينا حاجات كتير. كل ده بنوظفه عشان هدفنا العيان يطلع من اول محاولة مراته حامل. انت عارف يا دكتور، خدتها من على لساني. انا اللي انا سمعته من حضرتك ده بيأكد ان قرار ان انا اعمل الحقن المجهري هيخليني عندي حسابات تقول لا، المريض ده ان شاء الله الفرصة لا تحتمل الخطأ، فمش هدخل على مريض يعمل حقن مجهري لو انا ضامن النتيجة. احنا هوت يعني انا انت داخل بالحق العيان بتاعك وانت حاطط انك عايز تنجح، مفيش حاجة اسمها انا لسه هجرأ، انا عايز انجح، انا هنجح معاه وبدخله بديله الامل. طبعا في عوامل كتيرة بندرسها، بس انا داخل وانا جواك والمركز كله معاك ان هو انت عايز تنجح من اول محاولة انت بتعملها. طبعا انا سؤال يا دكتور، بعض الناس اللي بيشوفونا بيبقى عندهم، هل يا ترى عشان صعوبة الانجاب او انا لسه ربنا ما اكرمنيش بمولود، لازم الحل الوحيد والقهري الحقن مجهري؟ يعني انا النهاردة لو اتأخر حملي اروح على الدكتور سلام عليكم انا عايز حقن مجهري؟ هو ليه دايما المريض عنده خلط ان الحقن المجهري ده مش وسيلة هو يختارها، مفروض الطبيب، وده بعد اختبارات كتير بيعملها. حضرتك بس قول لي، هل يا ترى الحقن المجهري انا اختاره كمريض ولا حضرتك اللي بتقترحه؟ هو على حسب الحاله. يعني الحاله المجهري هو المفروض هو اخر خط، مش في اول الخط. في امور استثنائيه كده بسيطه، يعني ممكن يعني حاجات بسيطه، مثلا راجل وست اتجوزوا، الراجل عنده ظروف عمل قهريه بتخليه يسافر ويبعد بالسنين، فديت الحاجات الوحيده اللي احنا بنلجا ساعات لحاجه زي كده، ان الحاله المجهري لظروف اجتماعيه بالزبط. بس دي حاجات يعني لا تكاد تذكر، اما في الطب هو المفروض ان هو اخر حاجه في الاخر الخط خالص، اخر حاجه، اخر حاجه في طرق العلاج. العيان بيمر الاول، يعني هنا برضو في البشرة احنا عندنا جزء علاج العقم والحقن المجهري، فلازم ما بيجي بيمر علينا المريض احنا لازم بيتفحص، وبيتفحص في كل البروتوكول العلاجي المحطوط اللي بنمشي عليها هو والزوجه، بنشوف كل الخطوات بتاعتنا، وبعدها بنحط التقرير، وبعد التقرير نشوف في امكانيه علاج مشكلته قبل اللجوء للحقن المجهري، ولا خلاص وصلنا الموضوع القهري اللي هو انا خلاص، او يعني يتعالج مشكلته بس لسه برضو في تاخير، يا اما بقى في امور قهريه هنضطر فيها للحقن المجهري. انا عايز اقول لحضرتك، انا قابلت قبل المصور مع حضرتك، كنت شفت ما شاء الله مجموعه من العيانين بره، بدردش مع حد، قال انا جاي من دوله تانية وبفضل الله كتبوا لي دواء. يعني تخيلت ان الحكايه هو يعني الواحد ما بيتحرك من دوله لدوله يبقى لازم في اجراءات شديده خالص، قال لي خدت دواء والحمد لله ربنا اكرمه، فبس في متابعات، وزيارته لي في البشرة هنا كانت اكتر من زياره، وده من باب الاحتياطات. وده اللي هياخدني لسؤال تاني، هل يا ترى في تحضيرات
للحقن المجهري طبعا. بتعملوها الحقن المجهري نسب نجاحه بتتراوح من اول 60-75% وبتتفاوت من حسب السن والظروف الطبية وكذا حاجة. فعشان اوصل للنسبة ده هي انا لازم امر بالمريضة وزوجها بشوية شروط فحوصات معينة وعملها علشان الحاجات اللي بتبوظ للحقن المجهري. المريض بيخش باخد منه تاريخ مرضي، بعد ما بخلص التاريخ المرضي بحدد الطريق اللي انا همشي فيه، باخد منها فحوصات هرمونية، بكشف على الرحم بتاعها، بطمن ان مفيش معوقات توقفني زي امراض انتفاخ الانبوب او مشاكل مثلا للحميات او الاورام اللي فيها او التصاقات الرحم، اطمن ان انا خلاص حددت لها الجرعة بتاعتها الادوية اللي انا هتنشط بيها مبيضة وطلع لي احسن كمية او عدد بويضات امن، لان لو زودت شوية بيضر ولو قللت شوية ما بيفيدنيش. وفي نفس الوقت بشوف الزوج وبشوف الحالة بتاعته علشان تشوهات والعدد والجودة بتاعت الحيوانات المنوية. لازم لو عنده مشاكل لازم احضرها الاول، عشان زي ما قلت لك في الاول احنا داخلين عايزين ننجح. فانا كل ما هو مكتوب في بروتوكولات الطبية لازم نجددها، يعني نزل حاجة جديدة همشي عليه. كل ما هو جديد كل ما هو جديد لازم امشي عليه عشان اقعد اشطب في اي حاجة تقلل لي نسبة نجاحي. وبعد ما بخلصها تماما بحط الخطة بتاعتي وابتدي امشي فيها. انا خدت معلومه النهارده من وجهه نظري تخلينا ما نقعدش بقى نجيب معلومه من هنا ومعلومه من على الانترنت ونعمل ريسيرش غلط. يلا نكمل لمتنا، يلا نكبر، يلا كل زوج وزوجه يحققوا الحلم اللي نفسهم يعملوه. كل جد نفسه يسمع كلمه يا جد، وكل تيتا نفسها احفادها يجروا حواليها. في البشره هنا انا متاكد ان الحلم اللي راح او فقدناه ينفع يرجع لنا تاني. دكتور اشرف انا سعيد جدا ان انا قابلت حضرتك النهارده، وعلى وعد انا مش هاخد معلومه غير من البشره ومن حضرتك. اشكرك جدا، اشكرك جدا، اتبسطت جدا بحضرتك جدا. دكتور اشرف صبري استشاري النساء والتوليد حقن المجهري، هناخد منه معلومات تانيه كتير في لقاءات تانيه كتير. السلام عليكم. شهور بتمر وانا بستنى الحمل بصبر، نفسي اضم ضنايا في حضني وحاسه بيأس. مركز مضمون، علم وخبرة، إيمان وأمان، مركز كامل، مركز جاهز، عزم أكيد، ثقة في الرحمن، تحاليل كاملة، إشعة وفية، مناظر دقة، ورعاية شاملة، أطقم خدمة عندها خبرة، فهمة ودرسة بظروفي حاسة، ودكاترة فوشوشة البشرة، جددوا أملي في حلم البكرة، حكمي خلاص ما بقاش مشكلتي، ما بقاش عجزي، ما بقاش يأسي، كله بأمر الله يتحقق، وياخد ابني في حضني وصدق، عند البشرة لقيت البشرة، نجم في عالم الحقن وخبرة. البشرة مع النجم أسرة.